النهارده بتمر ذكرى لواحد من اشهر الممثلين المصريين على الاطلاق، يعني في القرن الماضي الممثل الاكثر حضورا في السينما المصريه وفي التلفزيون العربي، واعماله يمكن تجاوزت ال 500 عمل فني تم اختيارها. هي مش بس يعني بالعدد ولا بالكثره، لا، هي كمان بقوتها وبمضمونها. هي تم اختيارها في قائمه افضل 100 فيلم بذاكره السينما المصريه، وده كان استفتاء في التسعينيات. الحقيقه انه الفنان الكبير الاستاذ محمود المليجي رحمه الله عليه معروف بادوار الشر، ودي حاجه مشهوره جدا عنه، انه على قد ما هو عرف ولمع وأدى الأدوار دي بحرفية ودقة شديدة، إلا أنه هو كان على النقيض تماما، راجل طيب جدا، راجل محبوب جدا في الوسط الفني وفي حياته كلها ومع زملائه. ولما كان بيقدم كمان أدوار الخير كان بينجح، وتقريبا يعني أكتر حد قدم أدوار الشر بطريقة كوميدية، وكان يعني واحد من أعضاء الرابطة القومية للتمثيل والفرقة القومية للتمثيل. عنده جوائز مهمة كتيرة جدا وأوسمة، والحقيقة من أهم الجوائز جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل، وأيضا شهادة التقدير في عيد الفن. ومحمود المليجي الحديث عنه يعني عايز ساعات كتيرة ويطول، لأنه الأعمال قدامي طبعا لا تعد ولا تحصى. احنا بنقول أكتر من 500 عمل فني، ولكن يكفي أن احنا النهاردة بنحتفل معاكم بإحياء هذه الذكرى التي لا تموت، لأنه زي ما أهل الفن بيقولوا، الفنان اللي بيقدم شغل محترم لجمهوره بيفضل عايش بعد مماته بهذه الأعمال. يعني مين فينا ينسى فيلم الأرض وكل اللي قاله في فيلم الأرض؟ لحد النهاردة طبعا الأجيال بتاخد العبارات دي وتتكلم بيها في مواقف مختلفة من حياتنا. المهم يعني إزاي الفنان ممكن يكون صاحب بصمة حقيقية في بلده وخارج حدود بلده من خلال احترامه لجمهوره واختياره كمان لأعمال تقدر ب يعني الذهب. محمود المليجي رحلة طويلة، شكرا لهذا العطاء. واحد من مؤسسين السينما والدراما والمسرح في مصر، واللي خلوا كمان هذا العالم، عالم الفن المصري، من أهم وأبرز العوالم على الإطلاق في الفنون في العالم. خلينا نشوف هذا التقرير اللي فيه عناوين سريعة عن النجم الراحل محمود المليجي. عرف باسم شرير الشاشة المصرية. أنا برعي، برعي الضبع. إذا ما كنتش عارف نسأل على أمك. فنان شديد التحكم في أدائه، تميز بأدوار الشر والتي أجادها بشكل بارع. الظاهر إن أنا غلطت في العنوان. لا أبداً، لا، شرفتنا، عن إذنكم. كان مدرسة فنية في حد ذاته، وأستاذا في فن التمثيل العفوي الطبيعي والبعيد كل البعد عن أي انفعال، لينجح في إقناع المشاهد بأنه حقا لا يمثل. وضع المجرمين دول أنا هعرف إزاي أربيكم. إنه إمبراطور الشر محمود المليجي. مدام ده نضيف ودعاء الوالدين، ما تخافيش من حاجة أبدا. ولد في 22 ديسمبر عام 1910 بحي المغربلين بالقاهرة، وترجع أصول المليجي لقرية مليج بمحافظة المنوفية. لمن إمتى بنبحث عن أدلة؟ انت هتفضل طول عمرك خايب. انضم في بداية عقد الثلاثينات من القرن الماضي إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدي، بدأ حياته في التمثيل من خلالها، وبدأ يؤدي الأدوار الصغيرة. كثيرك تقع في الشبكة. كما تميز بدور رئيس العصابة الخفية، ورغم انحصار معظم أدواره في الشر، إلا أن أدواره القليلة في الخير كانت متقنة للغاية، فقد أدى أعظم أدواره على الإطلاق في فيلم الأرض. لما كانت حياتنا متعلقة بشعرك وبيننا وبين الموت خطوة واحدة، ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. وبعدها توالت أفلامه مع المخرج يوسف شاهين، حيث قدم فيلم عودة الابن الضال، وإسكندرية ليه، رصيف نمرة 5، والناصر صلاح الدين. أنت يا ابني خايف نكسب القضية؟ من ناحية تطمن، هخسرها 99% هخسرها. ترك المليجي بصمته في المسرح، والتحق فيما بعد بفرقة إسماعيل ياسين،
وبعدها عمل مع فرقة تحية كاريوكا ثم فرقة المسرح الجديدة. علاوة وعمل ايه؟ ساق عربية وزن على راجل في الطريق خد فيها 50 جنيه، ايه عايزينها؟ رحل المليجي في 6 يونيو 1983 بعد رحلة عطاء مع الفن استمرت لأكثر من نصف قرن، قدم خلالها أكثر من 750 عملا ما بين سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة.